نذهب مباشرة إلى مسار هذا الشوط وإلى الانطلاق إلى مقدمة. مقدمة الشوط والمركز الأول شاهين هو من يحتل الصدارة، الهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الانطلاق أبو سعيد. انتقل مباشرة مع المركز الثاني نشوان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في متابعة تضميرة. انتقل مباشرة إلى ظبيان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضميرة. النقلة مباشرة مع شاهين مع المركز الرابع، وصل في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الانطلاق بو سعيد، ولكن اللي وصل وتقدم مقصص لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في متابعة تضميرة، ولكن القادم أحلى. وصل مشاهدين الكرام وانطلق الزعيم في هذه اللحظات يتقدم لهجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري من يتابع انطلاقه. شوط الختام والوداع لسن الكبار مع هذه الفترة المسائية من هجن أصحاب السمو الشيوخ. الوصول هنا والتقدم الممتاز من شاهين يا سلام لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتابع انطلاقه. وصل في هذه اللحظات يتقدم الأسد لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، ولكن رعبوب يتسلل لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق. الزعيم يتدخل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع انطلاقه. وصول من غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعه بن عتيق الرميث المحترف يتابع الانطلاق. وصل الأسد لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاقه. هكذا مسار الشوط، هكذا انطلاق شوط الختام. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول يا سلام. مقدمة هذا الشوط شاهين، شاهين معلن هذا الحضور الممتاز في هذا المساء مع البداية والمقدمة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أسعد الله مساك يا أبو سعيد من يرافق هذا الشعار هو الانطلاق مع البداية. المركز الثاني ظبيان يا سلام لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية تضميرة، ولكن يتدخل شاهين لهجن الرياسة من الجانب الآخر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الانطلاق. وصل مقصص لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في متابعة تضميره، ومن الجانب الآخر نشوان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير. الكل يتقدم، الكل ينطلق. وصل شاهين أيضا لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري يا سلام. الكل ينطلق من المضمرين الفطاحة للكبار. الزعيم من الجانب الآخر لهجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري من يتابع الانطلاق. هكذا مساري شوط الختام. يا ترى من الفائز بالمركز الأول هنا مع شوط الختام من المضمرين الفطاحة للكبار؟ شوطا لا بعد شوط في هذا المساء، اختتام هذه الأشواط التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ. المقدمة والصدارة المركز الأول شاهين، ما زال شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع انطلاق شاهين بعملية التضمير مع البداية والمقدمة والصدارة. المركز الثاني من الجانب الآخر ظبيان، ظبيان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. يتدخل شاهين لهجن الرياسة هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن من اللي وصل؟ وصل غازي، أول ذا علي غازي
لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يتابع الانطلاق هنا الوصول والقدوم راي عبد الله الوهيبي من اللي وصل من الجانب الآخر نشوان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن سهيل العامري سلام يتابع انطلاقه وصول من الزعيم يتقدم الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع انطلاقه الأسد وصل هنا مشاهدين الكرام تدخل في هذه اللحظات لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاقه من يرافق هذا الشعار شعار هجن الرئاسة ومن الجانب الآخر يصل لهم قصص لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يتابع الانطلاق انتخر ونشوف الوصول هنا والقدوم يا سلام من الزعيم لهجن الرئاسة عوض بن مبارك المهيري يتابع انطلاقه ومن الجانب الآخر يتدخل مشاهدين الكرام رعبوب تعود الملكية لهجن الرئاسة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق والمسار شوط الختام شوط الوداع للزمول المهجنات الأصايل مسافتنا هي 8 كيلومتر ونصل المشاهدين الكرام هنا بانت انتصاف المسافة مع 4 كيلومتر ما تبقى إلا انتصاف المسافة نعود حيث البداية نعود إلى شاهين في مقدمة هذا الشوط مع الصدارة والمركز الأول لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يتابع انطلاق شاهين مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول مسيطر بكل قوة وبكل جدارة المركز الثاني يأتي ويتقدم غازي هنا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف من يتابع الانطلاق المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بين السهيل العامري وصل الأسد تقدم الأسد لهجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي الظافر من يتابع انطلاقه ظبيان أول ظهور لظبيان يتقدم لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي في عملية الغيرة وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع الانطلاق شاهين من الجانب الآخر لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا مشاهدين الكرام هنا جسر العبور هنا 3 كيلومتر من عمر شوط الختام من الفوز والناموس من الانتصار غير الأمور انطلق نشوان إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري في البداية والمقدمة والمركز الأول يا سلام المركز الثاني يأتي وينطلق شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاقه المركز الثالث ظبيان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية تضميره المركز الرابع يأتي مشاهدين الكرام غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يتابع الانطلاق الكل بدأ ينطلق الكل بدأ يتقدم يا ترى لمن الناموس والفوز من المضمرين الفطاح للكبار لسمو الهجن أصحاب سمو الشيوخ المقدمة والبداية نشوان مع الصدارة ولكن شاهين وصل شاهين مع المركز الثاني البداية مع نشوان المركز الثاني شاهين المركز الثالث ظبيان يا سلام ورابع المراكز غازي المقدمة نشوان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري أيضا من يتابع انطلاق نشوان ولكن شاهين تدخل شاهين غير للمقدم شاهين بشعار هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل ظبيان مع المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير غازي انطلق مع المركز
المركز الرابع. هنا تعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. ما تبقى إلا القليل. المنعطف الأخير. شوط الختام. شوط الختام. لا بعد شوط أيها المضمرون الفطاح على الكبار. من سيزد الستار هذا المساء. من سعيد الحظ من المضمرين. الفطاح على الكبار هنا. ما يقدمون ما لديهم. بهجن أصحاب السمو الشيوخ. المقدمة شاهين. هنا لهجن الرئاسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع انطلاق شاهين. المركز الثاني نشوان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. السهيل بن سالم بن السهيل العامري في متابعة تضميرة. وصل ضبيان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. ولكن الواصل والمنطلق الشاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري الزعيم. وصل وصل الزعيم. اقترب الزعيم من الصدارة ومن مقدمة الشوط لهجن الرئاسة بقيادة الخبير عوض بن مبارك المهيري. بمبارك يتابع انطلاق الزعيم مع المركز الثالث. هنا الكل بدأ ينطلق من المضمرين. الصدارة والمقدمة. الصدارة الأولى شاهين وشاهين. المملوك شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري. من يتابع انطلاقه شاهين لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل الزعيم لهجن الرئاسة. الكيلو متر الأخير. لا بعد كيلو. حان موعد الأوان. حان موعد إطلاق العنان لناموس هذا الشوط للفوز والانتصار. الرقص بدأ يحلو. الرقص بدأ يحلو مع الزمول المهجنات الأصايل شاهين وشاهين وأيضا الزعيم. ولكن شاهين شاهين يا سلام. من يتابع انطلاق شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. السهيل بن سالم العامري يتابع الانطلاق. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الزعيم من الجانب الآخر لهجن الرئاسة بقيادة عوض بن مبارك المهيري. يا ترى لمن الفوز. الثلاثة اللي بهنزان اللقاء. ثلاثة من زمول المهجنات. الرقص والأوامر صدرت الأوامر. الإقلاع بدأ يبدو. الرقص بدأ يحلو مع سن الكبار. ثلاثة مثلث ذهبي تشكل بالفعل هنا بلون الفوز وبلون الناموس والانتصار. المثلث الذهبي هنا مع الأمتار الأخير. يا سلوم يا سلوم. شوط الختام. شاهين شاهين مشاهدين الكرام وشاهين الآخر. هنا شاهين هجن الرئاسة. لمن الفوز يا ترى؟ لمن الناموس؟ لمن الانتصار؟ شاهين والزعيم شاهين. ولكن شاهين ما سلم الصدارة ما سلم المهمة. أشكرك يا العامري. أشكرك يا أبو سهيل على هذا الفوز والانتصار. هنا من قدم سهيل بن سالم بن سهيل العامري. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم. والتهنية لسهيل بن سالم بن سهيل العامري. سعد الله مساك يا أبو سالم. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة. التهنية للمجازف. المركز الثالث الزعيم لهجن الرئاسة. تهانينا لعوض بن مبارك المهيري. المركز الرابع وصل مشاهدين الكرام الأسد لهجن الرئاسة. خامس المراكز كان من نصيب نشوان اللي اسمه الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. شاهدتوا هذا المسار لشوط الختام ونال شرف الناموس شاهين. مهدي هذا الفوز والانتصار إلى سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وإلى سهيل بن سالم بن سهيل العامري. التوقيت الزمني مشاهدين الكرام 13 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة. التهني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 13 دقيقة 51 ثانية 7 من الأجزاء. من وصل في ثالث المراكز مشاهدين الكرام كان من نصيب المركز الثالث الزعيم لهجن الرئاسة. التهني عوض بن مبارك المهيري. 13 دقيقة 52 ثانية 8 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام في هذا المساء. تهانينا والناموس لأصحاب السمو الشيوخ. والتهنئة في الجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط. نصل بكم إلى ختام هذا المساء وإلى ختام هذه الفترة المسائية التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ للحولي والزمول المحليات والمهجنات الأصايل. وننتظر ملخص هذا المساء من المخرج العزيز أسامة الهوار له الشكر والتقدير. من يوافينا أبو طلعت بكل ما هو جديد بالتوقيت الزمنية لكل شوط. هو أمامكم مشاهد